بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة، واللي هنناقش فيها النهاردة موضوعات عديدة. أولا هنتكلم على الأحداث الأخيرة في الكرة المصرية بشكل عام والمباريات الإفريقية، وبالتالي استعداد الأهلي للمرحلة القادمة بعد الخروج الإفريقي أمام سان داونز، وأيضا كمان شخصية الكرة المصرية. يمكن هنلقي الضوء مع ضيف النهاردة وضيف هام جدا، ويمكن هنستعيد بعض النقاط اللي اتكلمنا فيها في الحلقة السابقة قبل مباراة الأهلي وسان داونز، لأن هي ملمسة معانا مستمرة حتى بعد هذه المباراة. لكن في البداية شخصية الكرة المصرية، لو نرجع بالتاريخ لورا شوية آخر 5-6 سنوات، ابتعاد الأندية المصرية عن التتويج الإفريقي أكيد ليه أسباب عديدة. الفكرة فقط مش إحنا نبتعد عن المسألة الفنية أو نبتعد عن فكرة المدير الفني والتشكيل والتغييرات وما حدث في مباراة سان داونز، لكن إحنا بنحط إطار عام، بنشوف الأزمة فين والمشكلة فين، لأن آخر 3 أو 4 سنوات بتوصل للمراحل النهائية، لكن في ظروف أكيد بتكون ليها سبب رئيسي في ابتعادك عن التتويج الإفريقي، تحديدا بعد 3 بطولات إفريقية عام 2012 2013 2014، والظروف اللي في التوقيت ده الأهلي فاز فيها باثنين دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ثم في آخر 5-6 سنوات ابتعاد تماما بعد الوصول حتى للمباراة النهائية عن الفوز بالبطولات الإفريقية. أكاد ليها أسباب، ممكن تكون لها أسباب فسيولوجية، ليها أسباب ليها علاقة بشخصية الكرة المصرية وما حدث في الدوري المصري والأحداث الرياضية خلال ال5 سنوات الأخيرة عن الأحداث اللي كانت موجودة في الفترة ما بين 2012 و2014. أيضا هنتكلم على قصة الجمهور والجمهور واللي ضرب المثل بشكل كبير جدا وما حدث في هذه المباراة، واللي كنا أيضا ألقينا الضوء على فكرة دخول الجمهور وإزاي نساعد المسؤولين إن إحنا كمان هذه المباراة يملأ أو يمتلئ استاد برج العرب بعدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. ومن داخل المدرج هيكون معانا قصص وحكايات لاول مره، بالتاكيد جمهور النادي الاهلي دايما داخل المدرج عنده قصص وحكايات في هذه المساله. ايضا هنلقي الضوء على مباراه بيراميدز يوم الخميس القادم وكاس الامم الافريقيه، احداث كثيره رياضيه خلال الفتره الحاليه. لكن في البدايه برحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت، وهو بالمناسبه نائب رئيس اللجنه الاعلاميه لبطوله كاس الامم الافريقيه مصر عام 2019. استاذ عصام برحب بيك، منور. اهلا بحضرتك استاذ محمد وكل الجماهير، اهلا بحضرتك. في عناوين رئيسيه قدمت بيها هذه الفقره لان احنا هنلقي الضوء عليها، دي رائعه بصراحه. انت رحت مساحه مش بعيد قوي عن اللي الواحد حابب يقوله، لانه ده حتى لو انت بتعتبر انك مذيع في قناه النادي الاهلي، قلت لجمهورك وجمهور القناه احنا مش بنقول ده عشان نبعد اسباب فنيه او اسباب اجرائيه او اسباب من اللاعبين او من الجهاز الفني او من القياده نفسها داخل واثناء خطه واداء المباراه. وبالتالي لنكت على عنوانين مهمين قوي، قلت اخر 7 سنوات من 2014 ل 19. أيوة. 5 سنوات يعني اعتبرهم 6 مواسم. 6 مواسم صح كده؟ بالظبط. في اخر مشاهد الكره المصريه بجمهورها، ودي حاجه مهمه قوي. وكمان لو قلنا النادي الاهلي تحديدا مع مانويل جوزيه، مع الراجل اللي استكمل مسلسل الحداثه اللي كان النادي الاهلي بيمشي بيه، اللي هو معاك تيم وكمان معاك كل المعدات والأحدث موجود داخل جدران النادي الأهلي أو في الشق الفني، ومن ثم مجلس إدارة وقتها لا يبالي كما حدث مع مجلس كابتن حمود الخطيب بعد ما بدأ يضخ كل النجوم المطلوبين جماهيريا وفنيا أو فنيا وجماهيريا. وبالتالي مشهد الجماهير لما بتنقل أنت من ملعب فاضي مهما كانوا نجوم نادي كبير لملعب مليء بالجماهير زي ما حدث في النهائي، حتى بعيدا عن احداثه والضغوط اللي مورست على الاهلي في تونس، لكن ملعب مليء بالجماهير يفرق كتير قوي عن ملعب بدون جمهور. تمام. ده هيودينا للجزء الفني برضو اللي الناس حابه تعرفه، ومن ثم النادي الاهلي حتى بعد مانويل البطولات التي حازها بعد مانويل الافريقيه كانت زي ما تقول عربيه فيها اخر بنزين. مع كابتن حسام البدري اعتقد 2012 صح كده؟ مظبوط. ثم كابتن محمد يوسف. محمد يوسف، يعني ما تبقى من بنزين، والدليل انه تقريبا كلا المدربين عملوا بنفس الطريقه والاداء، وكانت اللعيبه طالعه يعني المطلع خلاص، فبقوا واقفين فوق
ده بالنسبة لدور الأبطال إن 2014 طبعاً. الفيدرالية مع جريدو طبعا وبالتالي جي مستر جريدو حدث الحكاية بالباص القصير واعتقد إن هو الوقت برضو عنده نتائج كويسة مع الفرق اللي اشتغل معاه بالزبط. ومن ثم هنقول بقى وصلنا المساحة دي ازاي. كان كوبر أيضا متحفز جدا عشان نوصل بعد ما كنا ما بنوصلش، لكن كان بيسعفه ايه تحفظه ده في جزء شخصية الكرة المصرية اللي لسه في ناس بتقول لما اطلع العب بره دافع. الكلام ده كان في السبعينات ومنتصف ثمانينات القرن الماضي، اطلع دافع بره واجي هنا ابدا اهاجم. لا 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 لا، الموضوع ما بقاش كده. ولا ما كان الاهلي ليفوز في رادس اكثر من مره وفي ملاعب اخرى، انا بكلمك حتى عن جلب الكاس نفسها بالظبط. وبالتالي شخصيه اللاعب لولا ان كوبر كانت فكره الاحتراف قد فتحت على مصراعيها، وبالتالي القادمين والمتحكمين في الاداء مع شبابنا اللي من جوه البلد كانوا خلاص ده جاي مش خايف من الجمهور، ده جاي حابب يشوف الجمهور، حابب يستكمل نفس المسيره. وبالتالي دول عنصرين مهمين جدا في الحالة بقى الحمراء أو في الحالة الأهلوية. طبعا حدث ولا حرج عن هذا الجنبي الغريب، هذا الرجل يكره هذا الوطن وفي القلب منه النادي الأهلي، ده قصة جايله فيها، ده قصة تانية، ده ما فيهوش هزار. لكن الحقيقة برضو في نقطتين كده كان يجب على مدير الكرة الأهلاوي أن يعلو صوته. الكابتن سيد بلاش بقى قصة أنه النادي الأهلي لا يتحدث كثيرا في النواحي التحكيمية، لا، هذه المرة كانت يجب أن تختلف. كان لازم بقى مراسلات للكاف ومراسلات للإعلام، الراجل اللي جاي ده خلي بالكم، طب ده ليه؟ طب اشمعنى ده؟ حتى لو كانت القاعدة أنه مش هيتغير مش هيتغير، بس ما كانش هيقي. يا راجل ده كان بيتعامل مع اللعيبة كأنهم ولاد أخوه بتوع صن داونز، يعني بيروح للراجل يقول له مالك حبيبي في إيه؟ حاجات كده يعني. لكن برضه لما تقول لي لعيبه استثارها الحكم، لا، المحترف لا يستثار. وصلت لحوالي 6 انذارات. ما انا بقول لحضرتك اهو، اما تقول لي بقى لاعب الاهلي كلاس ايه يستثار؟ لا، خاصة انه عارف انه قد يكون معرض لكمين او طعم. طب السمكة في البحر غلبانة مش محترفة، لكن انت نجم محترف، انت نجم لا يمكن ان تبلع طعم استثارة من حكم. تمام. ده عشان ندي كل حد حقه. تمام. تعالى بقى للعناصر التدريبيه الغائبه واللي كان الاهلي، وانا مصر على ده، دائم السواقه في المقدمه او بيبقى قاطره التطوير. لا، ما اعلمه قلنا انا وحضرتك بمعلوماتنا ان هناك تحديث فيما هو لوجيستي وما هو فني في قطاع كره القدم الاحمر. لكن فكره تكوين فريق اللي خدت الوقت لغايه بدء السيزون ثم ضغط البطوله حتى الان لازال يعني نقول القمح اخضر، يعني ما مش معقول انت معاك قمح وانا زرعه فمش معقول هتاكله اخضر، لازم تستنى لما يصفر. بين بقى لازم تخدم القمح ده كويس ان صحت المقارنه يعني. وبالتالي اعتقد ان النادي الاهلي الان، لانه لا يمكن ابدا ان يكون في مجالس بتتدخل لا قبل كده ولا دلوقتي ولا هتحصل، وان قطاع الكره يعمل وحده، وبالتالي اكيد ان المطلوب من الجهاز الفني أن يعود لتطبيق كل القواعد وكل الحداثة. أعتقد أن هناك نقاط كثيرة فيما هو أداء اللاعب نفسه، اللاعب المحترف يجب أن يعمل على أدواته. وقارن كده بأنصاف الفرص، أنصاف الفرص دي لو جمعتها زمان كان في 7-7 دي اسمها ربع جون، يعني الكورنر بربع جون. تمام. لو جمعت أنت أنصاف الفرص اللي ضاعت، لا هي أهداف، بينما لاعب آخر لا يخطئها. لا يخطئها ليه؟ لأنه هو بيروح بأدواته دي ساعة نص ساعة حسب يعني التايمينج، يزود أدواته. اللي بيشوط بيشوط، اللي هيدرز بيلعب بدماغه، اللي تاكلينج بيتاكلينج، وهكذا. اللاعب يجب أن يكون أكثر تركيز على أدواته هو، والدليل أنه بنشوف إزاي كريستيانو حتى الوقفة دي بيقفها على 100 كرة يسددها. عشان كده هو عارف توافقه العضلي العصبي مع ممارسته لمائة كرة هي واحدة من عناصر دخله، لأنه لما بيجوا يقيموه عشان يحطوا المرتب يبقى الراجل ده اللي بيجيب من 10 فاولات 8 أو 9. ومن ثم ده الجزء اللي بنطالب به نجوم الأهلي، الاهتمام بأدواتك الشخصية بأسلحتك العمومية. وبالتالي ده الجزء المنحصر في فكرة أداء بعض النجوم. تمام. طيب أنا عايز أرجع برضو لقصة أو موضوع شخصية الكرة المصرية.
هنا الشخصية برضو مع الوضع في الاعتبار، ما حدث من متغيرات في موضوع الأجهزة الفنية أو منتاليتي أو تفكير اللاعب المحترف، أدوات التدريب، كل الأمور دي بتساعد بشكل إيجابي جدا. وشفنا حتى في القارة الإفريقية عدد من الأندية ابتدت تشتغل على ده وبقى في تطوير في الأندية الإفريقية طبعًا. لكن أنا برضو في الجزئية دي عايز أرجع لمنظور مهم جدا، وهي المؤسسة التي تدير كرة القدم في مصر. ما حدث خلال آخر 5 سنوات يا أستاذ عصام لو ربطناه بما حدث في 2012 و13 و14 هو العكس تماما. في 12 13 14 المسابقة المحلية بعدد المباريات سواء مش موجودة خالص نتيجة إلغاء الدوري أو عدم إقامة المسابقة، وبالتالي الأهلي كان بيلعب مباراة إفريقية كل أسبوعين، فبالتالي تركيز في البطولة الإفريقية وما فيش ضغط وما فيش إجهاد. 2014 ابتدت العملية تشتغل شوية ولعبنا دوري مجموعتين. لكن من 2015 لغاية الموسم الحالي الدوري وصل 19 نادي، 21 نادي، 18 نادي، مفيش حتى تفكير لتقليص عدد الأندية نوصل ل 16 أو 14، لأن نفس الفكرة دي بقت في تونس وفي المغرب، بيقلصوا الموسم المحلي، فبالتالي الأندية بقت عندها استعداد إفريقي وبتلعب كل المباريات وكل البطولات وبتحقق نتائج في الآخر. هنا شخصية الكرة المصرية اللي أقصدها مع الجزء الفني اللي حضرتك شرحته، برضو الجزء الإداري المتعلق بتنظيم المسابقات في مصر وما هو تأثيره بشكل كبير جدا على الأندية المصرية في المباريات الإفريقية. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، حتى في الجزء ده يجب أن يكون الأهلي في أول الصف وهو يطالب باللي حضرتك قلته ده، بل ويصر والإعلام ياخد من النادي الأهلي ويطرح، لكن الناس مش هيبقى مستصاغ ليها إن أنت وأنت ما عندكش دوري صحيح عامل أريحية لكن ما عندكش استعداد دائم، في نفس الوقت بتاخد البطولة القارية وأنت عندك دوري أكيد بقى فيها أجهزة فنية للأمانة تستطيع أن تعمل على مدار الـ 73 ساعة والـ 74 ساعة، في النص في مشاكل طبعا، لكن دايما جمهور الأهلي كل الكبارة التي ينتظرها هي أن الأهلي عابر للمشكلات، أن الأهلي مطور بطبيعته، ومن ثم حتى يعني مع أي متغيرات كنت بتلاقي الأهلي بيستدرجها بيلف من الشارع التاني ويروح حيث بغيته، وبالتالي هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك. ما هو التنوير إذا أقرنا وده بنسبة جيد جدا أو 80% كويس موجود، ألا وهو إن إحنا حتى الآن مش لاقيين دوري محترفين حقيقي يحفظ للأندية حقوقها في لاعبينها اللي هم بمئات الملايين، ما بقولش بالملايين بس، في صناعة اسمها كرة القدم يجب أن الأندية تربح منها، ومن ثم إذا كان صاحب النظام مش حاطط السيستم ده الأهلي كان بيعمل ده بسوفت وير بتاعه، هو كان بيعمل منظومة محترفة خاصة بالنادي الأهلي، فيدفع بجهاز فني يحمل ناس تقدر تدرب اللعيبة على مدار الساعة وتقدر يبقى عندها تغذية وتقدر 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 تعدهم من الإصابات. كان الأهلي يلجأ منذ القدم لتسفير اللاعبين للخارج قبل ما الحالة الطبية هنا تبقى يعني 75% شبه أوروبا، مش هنقول 100% يعني، بس احنا بقينا نلعب مباريات أكتر من الأندية الأوروبية. ما أنا بقول لحضرتك إذن أنت يجب أن تراعي الحالة اللي أنت فيها، خاصة أنه حد هيقولك ما هو أنت شبه منافسك، أنت تشعر بده إمتى؟ وأنت في المنافسة القارية، يعني هتيجي تتكلم فهيقولك كل الأندية المصرية على نفس الشاكلة، لكن مش كل الأندية المصرية مطلوب منها إما الفوز بالدوري وفي حالات أخرى ربما الوصافة ممكنة، لكن في حالة النادي الأهلي إما أن تفوز أو كأنك يا أبو زيد مغازيت. بس لما بتطلع بقى تلعب قاري، بس مش كل الأندية المصرية النادي الأهلي، ما أنا بقول لحضرتك أهو إذا كنت من الشريحة دي فمطلوب منك أن تكون الأول بالظبط، بتحاول وتجتهد، لما بتطلع بره قد يؤثر فيك فكرة زيادة عدد المباريات، زيادة الساعات، زيادة ما هو عدد الأندية، وبالتالي طموحك أنت في أن تكون موجود وحاضر مش للتمثيل لا للفوز، بتفرق معاك في البطولات الأفريقية. لكن بعض الضربات لما حصلت في نهائيين لعبهم النادي الأهلي لا كان وارد جدا أنه بضبط أداء تستطيع أن تفوز، هناك ما هو خطأ شخصي في المنظومة لا يمكن إصلاحه عبر مسؤول الكرة الأول، حتى لو كان محبوب الخطيب زي ما الناس بتحب تناديه مشرفا على كرة القدم ومعه مجلس الكل لديه ملفه، ولكن النادي الأهلي لا يتدخل في صنيع ما يفعله المدير الفني ولا الجهاز. المدير الإداري ولا الجهاز، ولا بيسأله طبخين إيه النهاردة ولا هتلعبوا مين ولا الكلام ده، غير دي الحالة الأجنبية بتاعت الكرة المصرية اللي هي الحالة الحمراء، ومن ثم يجب
أن يتم التعامل معها دائما باعتبار ده النموذج المستورد على الأقل على الكرة المصرية والعربية. تمام. روح بقى بيها شمال شوية، تيجي بيها يمين شوية، لكن وأعتقد أن ده برضو الذي يصنع الآن. ما نعلمه زي ما أنت عارف أنه في جيم جديد اللي هو عند المدرج، أنه حتى الأرضية في كلام أنها مش بس تبقى يعني جميلة بالمعنى الدارج، لكن أحدث أرضية. أعتقد أن في أدوات قرب وصولها زي الاستشفاء وخلافه وكذا، أعتقد أن في معدات، بس المعدات دي عايزة ناس زي ما قلنا برضو على بعض اللاعبين قبل الانتقالات الشتوية. تمام. الماضية يعني أن الروح الحمراء تحتاج أجساد. طب الناس جابوا الأجساد اللي تلبس بقى الروح الحمراء دي، يحتاجوا بقى التفاعل مع الروح الأهلوية، مع الحالة التنافسية الممكنة وغير الممكنة زي ما كانوا معودين جمهورهم. وبالتالي لا يمكن أبدا في النادي الأهلي على ما أعلم السماح بشماعة حكم أو حتى شماعة جنرال توفيق. بالتأكيد. دي ممنوعات بالتأكيد من الإدارة العليا، لا تستجيب أبدا حتى لو ضبطت حكم هنا وآخر هناك، حتى لو ضبطت بعض يعني من يضع العراقيل أو يعني يفخخوا الطريق أمام طائرة الأهلي وهي منطلقة. الإدارة دائما عودت الناس أنها لا تستجيب لهذا، لن تسمع لا من نجومها ولا من إداريها ولا من مدربيها. هتقول له الراجل لغى جون، هيقول لك هات تلاتة غيره. هتقول له دي والله أوفسايد، هيقول لك ما عرفكش. ضرب الجزاء ما تحسبتش، طب فين ضربة الجزاء التي تجبر الحكم؟ ده سر سعادة جمهور الأهلي بناديه دائما أو بفريق كرة القدم. وحتى في الألعاب الأخرى، من في مصر فعلها قبل النادي الأهلي في موضوع كرة الماء؟ صحيح لا زال تحت التحقيق، لكن من الذي يستطيع أن يخرج ببيان أن الواقع تحت التحقيق؟ بل ويتحدث رئيس النادي مع رئيس نادي الجزيرة المستضيف ويبلغه أنه ما كان ليحدث، وأن التحقيق الآن مع فريق كرة الماء بالنادي الأهلي. دي الخطوات اللي دايما بتضمن للجمهور الأهلاوي فكرة العزة بناديه. وبالتالي لو في مشكلة أو في خطأ لازم دايما بنشوف الصح فين ونعالجه بصحة على طول، وبالتالي الناس لن تتقبل إلا إصلاح. إنما النادي الأهلي، ويمكن أنا كنت في قناة والحديث من زميل آخر إنه هل يجلس لسارتي أم يذهب أم قلت له يا جماعة الأهلي لا يتعامل لا بكتلة من المباريات ولا بكتلة حتى من النتائج ولا بكثرة من الخسائر. هذه ليست المرة الأولى التي كان سيفوز بها الأهلي بكأس أفريقيا، وليست المرة الأخيرة ربما التي يتعرض لها كبير لخسارة. فقد تعرض لها برازيل، تعرض لها البايرن، تعرض لها أعتقد كمان برشلونة بالزبط. ولكن دي بتبقى أوقات الإصلاح عند الكبار أو مزيد من التطوير. طيب. اختار لك واحدة من الاثنين. في إطار الإصلاح والتطوير، أنا الجزئية دي أنا مهتم بها جدا وأبدأ بها النهاردة، لأن مش عايز أتكلم على أن الأندية المصرية أو تحديدا إحنا في النادي الأهلي بنجلد نفسنا قوي على أي خطأ وأي خسارة، اللي بالتأكيد بنبقى زعلانين جدا وعايزين دايما الأهلي في المركز الأول، لكن دايما بحب أركز على عوامل المساعدة يا أستاذ عصام في جزئية طب خلاص الموسم خلص، أفريقيا للأسف لم تكن من نصيب النادي الأهلي السنة دي، طب السنة الجاية القيد الإفريقي في شهر 7، البطولة الإفريقية هتنطلق في شهر 8، هتنتهي في شهر 5 زي البطولة المحلية في مصر، ليه ما نقللش عدد الانديه المصريه؟ ليه ما نخففش الضغوط شويه على لاعبتنا؟ ليه ما لاعبتنا بدل ما بتلعب في الموسم 40 او 50 مباراه، ليه بنخليها تلعب 70 80 مباراه؟ ما في الاخر وانا اخشى من ده هيأثر على منتخبنا في بطوله الامم بعد كده، ان اللعيبه هتوصل لمرحله في شهر 6 هتكون بدنيا صعبه جدا. على النادي الاهلي ان يقود نفس المساله وان يقدم معروض كده زي بتاع عرابي زمان لسرايه الكره في الجبلايه وهم جيران، ويقول له عاوزين من ده، بمعنى أن الأهلي هو أول من أدخل فكرة الرعاة، أن الأهلي هو أول من أدخل فكرة مران 5 أيام في سبعينات القرن الماضي. تمام. أن الأهلي يعني أجيب لك 100 حاجة الأهلي الأول، وعلى الأهلي الآن أن يقود الأندية في هذا الاتجاه، لأنه المؤكد أنه مع جمعيات عمومية ما بقيناش عارفين مين مع مين، لأنه هناك عزلة كبيرة جدا بين أن يكون لديك جمعية عمومية لأندية دوري محترفين وأن يكون لديك جمعية عمومية ب 200 وحاجة نادي. البعض منهم ألف حمد وشكر يا رب لو خد كور وتيشيرتات، لأنه الناس دي هناك بيبقى عندهم يا سلام واخدين تيشيرتات، واتحاد الكرة حاجة عظيمة، أكن اتحاد الكرة ده يعني
اسمه ايه بي بي بيفيق عليهم يعني بحكمتك تحتال علينا. لا هو مش افندينا يا ناس، ده راجل وكيل عنكم، راجل اللي هو الاتحاد يعني، الاتحاد ده موكل عنكم لإدارة شؤونكم، اطلبوا بقى بالتحديث. طيب من يقود ثورة التحديث؟ اعتقد انه لازم يبدأها النادي الاهلي ويعمل لوبي للتطوير ويطلب من هذا اللوبي. اولا انا عندي فكره مهمه جدا، لازم يبقى في رابطه انديه محترفه تدير دوري المحترفين. لا كانت لجنه، لا كانت لجنه انديه محترفه برئاسه الحاج محمود الشامي. يا سيد الفاضل، ما هو الحاج محمود الشامي هيعمل ايه يعني؟ معلش مع احترامي ليه يعني، وليه ما نجيبش واحد بفلوس؟ لانه الرابطه دي هتبيع وتشتري، فهتحافظ على اللاعب عشان تبيع كويس وتكسب الانديه، وكمان هم ليهم مرتبات عاليه. انا حكايه المتطوع، الحاج محمود الشامي صديقي واخويا الكبير العزيز، لكن ليه فكره المتطوع دي مسيطره علينا؟ بس يعني انا بتكلم في المسمى، الرابطه كانت موجوده السنه اللي فاتت. لا لجنه انديه، لجنه انديه كانت موجوده سنوات، لكن السنه الماضيه اتعملت بشكل رسمي، اتعمل عنوان اسمه نحن نبحث عن شيء اسمه لجنه، اسمه رابطه. لكنها لم تتم يعني، ما كانش في ورقه فيها اسماء الرابطه بعد اذنك يعني، انا متاكد من اللي بقوله لك ده. هي عناصر هتساعد في النهايه والله الشكل الفني للفريق. لا مش هيساعده، انا اسف. اذا لم تكن بص، اذا لم تاتي كنادي اهلي بورقه من الدوري الالماني وواحده من الدوري الفرنسي وواحده من الدوري الاسباني يترجموا للعربيه وتقول عايزين من ده، ما حدش بقى التطوير في كره القدم يا استاذ. سبق للنادي الاهلي عمل ده كتير يا استاذ عصام. طب ما احنا عايزينه يعمله دلوقتي، عمل كتير واتكلم كتير في الجزئيات دي. ما احنا دلوقتي في زمن التغيير اهو، او في وقت او في اوان التغيير للتطوير، والاهلي عمل مؤتمرات صحفيه واعلن ده كذا مره وتم حتى انا فاكر في التوقيت ده كان من كذا سنه كان كمان تم استخدام او حضرت رابطه الانديه المحترفه في الدوري الانجليزي وكانت موجوده في النادي الاهلي وعملت مؤتمر صحفي وشرحت. الاهلي بينادي ده من زمان، لان في الاخر عارف ان التاثير السلبي اللي هيحصل في الاعلام هينعكس عليه. ما انا مش ضد، انا مع، وبالتالي الاعلام الاحمر والاعلام في مصر المحروسه العظيمه دي عليه ان يستلهم الشرايط دي ويقعد يذاعها تاني. الناس جم قالوا علينا ايه، الناس جم لما شافوا كده عملوا ايه، الناس جم لما لقوا انديه بدون جماهير قالوا دول بيلعبوا كره ليه، وهكذا مواضيع. من يسوق يا اخي؟ اذا كان الاستثمار يتم الحديث عنه انك تشتري لعيبه وخلاص، وانت لا تعرف اذا كنت ستشتري محمد سعيد فارباحك تزيد ام لا، مدخولك يزيد ام لا. يا اخي في انديه في اوروبا بعد اذن حضرتك يعني بيتم ايقاف القيد ليها او تدفعها غرامات، واعتقد ان قاسم باشا اللي ابننا تريزيجيه بيلعب معاهم دفع 4 مليون يورو غرامه، الميزانيه بس مش مظبوطه، دفع كسبه او اخرجه ادخله، مفيش. كل ده اذا لم تترجم ورقه بالثلاث لغات، 4 كمان ده فيها الطلاينه كمان تمام، ويبقى عايزينها تتعمل بالعربي. انا عايز اعرف بقى ليه في اتحاد الكره وفي كل الانديه المصريه يقول لك تعالوا نقعد نعمل لجنه لتطوير الكره؟ ليه بقى؟ هي الكره في العالم كل حد بيطورها على مزاجه، ولا هي نماذج يجب واضح ان نذهب اليها؟ بالظبط، الخريطه واضحه. اذا لم يقود الاهلي هذا الفصيل من الانديه التي تريد انها تاكل من ذراعها وأن تعمق ما هو صناعة، لأن فيها فتح أبواب وفرص عمل للشباب ودر عملة صعبة، أنا مش بقول كلام هزيان وحاسبونا على ده لو عملوه، لو عملوه. لكن هتقول لي رابطة ولجنة والحاج محمود الشامي والحاج عصام شلتوت والناس دي، أنا أبدا لا أهترئ، لأنه بيعطوا من أوقاتهم الكثير. بالظبط، ليه؟ بيحبوا اللعب. تتكلم على المحتوى، انا عايزه بقى يصمم هو الحاج محمود الشامي والحاج عصام دول تمام، يصمموا انهم يجيبوا افضل المحترفين لاداره الكره المصريه. طيب ننتقل للجزء الثاني، واحنا في عناوين النهارده قدمنا الفقره النهارده في كذا عنوان، جزء الجمهور والحلقه الماضيه يعني صدفه كان ليا الشرف وليا الحظ ان اكون مع حضرتك استاذ عصام في جزئيه مناشده المسؤولين ان الجمهور يحضر وان الاستاد يكون صوره مميزه لمباراة الأهلي وصن داونز، وقلنا دي هتبقى صورة لمصر قبل البطولة الإفريقية، ورغم قيل إن العدد المسموح 30,000 لكن شفنا ما يقرب من حوالي 50,000 متفرج في ملعب المباراة. في قصص وحكايات في موضوع الجمهور، لكن أولا قبل ما أروح لهذه القصص والحكايات، فكرة الجمهور والحضور والسماح بالشكل المثالي اللي حصل في هذه المباراة. افتكر أنت الكلام كويس، قلنا إنه الأمن المصري والجيش طبعا نصفه الآخر شراكة مع بعض في حفظ أمن البلاد والعباد. قلت لحضرتك انه لو حد قدم لهم مشروع، انا معايا النهارده 10 جمهور هيجوا بالشكل ده، تذاكرهم محجوزه اونلاين، لانه حتى منطقتنا الشعبيه فيها سايبر يا عم،
ما ده حصل الماتش اللي فات. انا جاي لك اهو، حتى لو حد ما بيعرفش يفك الخط بتاع النت هيلاقي ابنه، هيلاقي حفيده، هيلاقي حد يجيبها له ويروح يسحبها. اذا لديك تدقيق في اللي موجودين، بلدنا مش ناقصه هذا. طيب تعال روح بقى على الماتش بتاع سان داونز، شوف جمهور الاهلي راح ازاي في ظل النظام، في ظل مدير تنفيذي محترم عميد محمد مرجان، ومحترف بالزبط. مش بس محترم بالزبط. ومحترف كمان كويس، اجاد ضرب 5 في 6 انهم لازم يساوي 30، وبالتالي رأت اجهزة الامن انه يوم مصري باللون الاحمر، لانه طبعا كل نادي هو يومه، مصر هو المنتخب عشان نبقى صراحة، لكنه يوم مصري بلون احمر. وبالتالي رأت الجماهير اما رحلات منظمة او ناس جاية معاها بطاقات وبالتالي يثبت انه من النادي، او اشترى تذكرة فاسمه اونلاين، ومن ثم من اجتهد للوصول ولم يجد تذكرة كانت مكافأة من راعوا النظام والقانون. اتفضل حضرتك، اتفضل خش. قلناها هنا لو حضرتك فاكر، مظبوط، قلت لك الحاجات دي لا تعلن لكنها الطريقة المثلى لعودة الجماهير، بما يعني ان عودة الجماهير في ايدها، في ايدها هي وطبعا الادارات. وانا باكد لحضرتك تاني، مع كل ماتش حتى لو في الدوري، اذا طلب نادي من الامن المصري دخول 50,000 متفرج في مباراه في الدوري وقال له ايه الطريقه، يا اخي حاسبني لو لم يوافق الامن بالظبط. لكن عشان تلقي بس كل شويه، يا سيدي هنقول بكره ثلج مش هنقول كره لهب في صدر الامن، لا حرام عليكم بقى، كفايه دي صناعه، اللي مش قدها يقفل ويروح. وهي صناعه لا تقبل انك تبقى وسيط عايز ترزق من هنا عشان تبيع هنا، لا، صناعه يعني مصانع يعني اداره. وبالتالي هذه هي كره القدم، اشعر انه جماهير الاهلي تحتاجها، واعلنت ده في نهايه مباراه سان داونز لما صفقت لكل الحضور اولا وقبلت اعتذار نجومها. لكن قبلت الاعتذار نعم، لكن جماهير الاهلي راضيه؟ ابدا، لانها لديها ثقه، لديها طموح، وبالتالي ثقتها وطموحها في ادارتها قبل لاعبيها وجهازها هي التي دفعتها لان تصفق لنجومها اللي شايفينهم ما قصروش، لكن يحتاجوا بعض من الاضافات. ومن ثم هذا هو الجمهور الاهلاوي، جزء كبير من الجمهور المصري، يعني اديله بضاعه سليمه يديلك قيمه. تمام، اذا مشهد مباراه الاهلي وسان داونز في موضوع الجمهور كان على ما يرام في كافه الاتجاهات. إدارة مباريات داخل النادي الأهلي تدير الأمور بشكل محترف، سيستم إلكتروني متميز على قدر كبير جدا من الوعي والاحترافية، حجز تذاكر لم تحدث فيه أي مشكلة، إذن الجماهير حضرت، التذاكر تم حجزها بشكل مثالي جدا، وعندما ذهبت إلى الاستاد كافة رجال الأمن الشرطة والجيش كانت متواجدة بشكل مميز أمام الاستاد، وتم فتح البوابات بشكل رائع، وامتلأ شكل الملعب، وكانت صورة حضارية لمصر وللنادي الأهلي في هذه البطولة الإفريقية. لكن القصص والحكايات داخل المدرج الأهلاوي مختلفة تماما. لو فكرنا في كل مباراة نشوف قصة وحكاية في الثالثة شمال أو في مدرج النادي الأهلي هنطلع بقصص كبيرة جدا وحكايات غريبة. القصة اللي معانا النهاردة كانت حديث ومسار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. يمكن الأب فقد الابن، لكن الأب كمل المسيرة، حضر المباراة، تواجد في الثالثة شمال رغم أن كان معاه دعوة وتذكرة للتواجد في الدرجة الأولى، وشجع الأهلي وتواجد بشكل كبير جدا من غير تفاصيل كتير. هي كرة القدم ليست أشياء تشترى، كرة القدم فيها معاني وفيها أحاسيس كبيرة جدا. نخرج لهذا الفيديو نشوف فيه تفاصيل هذه الفكرة، ثم نعود الحديث واسمع فيها رأي الأستاذ عصام شلتوت، وقد يكون معانا مداخلة مهمة جدا لشرح هذا الفيديو لكل جماهير النادي الأهلي. موجودين.
مات الابن فأكمل الأب المسيرة، حضر في المدرجات وشجع فريق النادي الأهلي وحريص قدر الإمكان حسب ظروف الصحية والسنية الأستاذ مصطفى والد الشهيد أسامة، عنده 63 سنة. هنا الفكرة، فكرة المدرج في الثالثة شمال مع جمهور النادي الأهلي، فكرة بقت موجودة لدى كل مشجعي النادي الأهلي سواء كبير في السن أو صغير، شاب أو فتاة، الكل حريص على تشجيع النادي الأهلي. أستاذ عصام شلتوت، الفيديو فيديو حماسي وفيه معاني إنسانية كبيرة جدا، لكن قبل ما أسمع رأي حضرتك أنا معايا على التليفون الأستاذ مصطفى، حاولت قدر الإمكان إن احنا نوصل له عشان نسمع منه الفكرة، معانا على التليفون نسمع منه الفكرة. البعض قد يكون وفاة ابنه في مباراة كرة القدم قال لك أكره الكورة وما احضرش ماتشات وابعد عن اللعبة ديت، لأن اللعبة دي فقدت فيها ابني. لكن أحضر مباريات كرة القدم عشان دي الحاجة اللي كانت بتسعد ابني. أكيد الراجل أسعد محترم. حاجة بتسعد ابني وأحضر الماتشات أكيد لها معاني ولها أحاسيس أكتر. واحد هو يكلمنا عنها طبعًا. الأستاذ مصطفى والد الشهيد أسامة. أستاذ مصطفى برحب بيك، منورنا ومشرفنا على قناة الأهلي. محمد حبيب أستاذ محمد وحبيبي بالعمدة عصام. يا رب يخلي حضرتك ويبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في اولادك. انت راجل ضربت مثل عظيم. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اتفضل سامعينك، عايزين نسمعك. يا استاذ محمد والله انا مش سامع النبي يعني. عليه الصلاه والسلام. سامحوني بس عشان ايه يعني الصوت ممكن يكون مغلق شويه. هو باين من الماتش. بس يعني بس الدنيا شباب برضه ما تخافش. ربنا يديك الصحه. حبيبي يا استاذ محمد. إحساسك وفكرتك إنك تكون مجان أسامة في كل مباريات الأهلي وإنك كمان تكون موجود في التالتة شمال، موجود في المكان اللي دايما هو شرارة الحماس لكل جمهور النادي الأهلي في كل المباريات. يعني أنت عايز تقلب المواجع صح؟ لا لا خالص، لا الفكرة هنا فكرة إنسانية. أنا بص أنا هجاوبك من الآخر. إحنا وصلنا بعد معاناة وكبد ولحد لما وصلنا إيه؟ بوابة 8، احنا مشينا تقريبا بتاع 5-6 كيلو وبلا مبالغة. وطلع والتذكرة درجة أولى. كان معاك تذكرة درجة أولى. درجة أولى. تمام. لقيت نفسي قاعد في تراب، ببص شمال لقيت الحياة منورة. فما ينفعش أنا أقعد هنا. جات لي حالة كده هوت ما قدرتش أمسك نفسي لحد لما قابلت أخونا محمد عزت وقف تحت، رنيت عليه ورحت نازله فتح لي الباب ورحت طالع. تمام. وطبعا أنا بيعرفوني 10-15 واحد وأنا طالع المدرج، يعني رحبوا بيا شوية. قلت لهم طبعا المنظر ما تنفع، ما فيش مكان تقدر تنزل منه يعني. تمام. لكن هم عشان ايه استرقفوا بحالي كده راجل عجوز وكده، قلت لهم بس وروني السلالم بس. وروني السلالم ونزلت وهوب ورحت طالع على السور. ولا كاني مشيت حتى 20 كيلو ولا حسيت باي حاجه. هنا الحياه. هنا كانوا بيقف ولادنا واخد بالك. وطبعا لقيت جدل المدرج، انت سامعني؟ سامعك وبنصت لك بكل اهتمام. جدل المدرج تقريبا يعني مش متمرس ان هو يدخل التالتة شمال، ممكن يكون راح قبل كده لكن التالتة شمال لا. لكن يعني ايه ما فيش ممارسه يعني. المهم وسمعت كلام بوداني في الوقت يعني لازم تعديه في اليوم ده، فقررت تقود المدرج بقى زي أسامة وزي الشباب. واخد بالك انت طبعا انت تعلم الشباب كانوا بيعملوا ايه في المدرج، وبعدين احنا مش عايزين نزايد على حد. طب انت دايما على طول يا استاذ مصطفى بتحضر الماتشات، بتروح مباريات الكوره، او اخر مره رحت كان امتى؟ انا اخر مره دخلت مدرج كنا في ماتش الكونفدراليه، كان في ملعب المقاولين العرب. لا ده دوري الابطال 2013. لا حاسب لا ده 2013 دوت كان التاني كان في استاد القاهره. يبقى الكونفدراليه 2014. ايوه الجول بتاع عماد متعب في الدقيقه 93. صحيح. مظبوط. وبعد كده اتمنعنا من الدخول. لظروف معينه بالظبط. لظروف معينه احنا ما نقدرش نتكلم فيها لحد لما يعني
الماتشات اللي يقول اخش دخلوا فيها 100 ولا دخلوا فيها 200 ولا دخلوا فيها ما اعرفش ايه ده ما ده او جمهور الكرافتات يعني او القمصان الزرقاء ما ينفعش في التشجيع. واخد بال حضرتك؟ تمام. لحد لما جت الصدمه بتاعت ماتش الذهاب. تمام، ماتش سان داونز في جنوب افريقيا. ايوه حبيبي، ونتغلب 5-0، انا عندي 63 سنه، انا عمري ما شفت النادي الاهلي اتغلب 5-0 ابدا. ممكن اتغلبنا 4 لكن 5 لا. تمام، فقررت انك تروح مع الجمهور وتمنى الملعب وتشجع؟ لازم اروح، انا بيني وبين استاد برج العرب تقريبا يعني ربع ساعة بالعربية. تمام. المهم حاولت المحاولات ان انا ايه يجيني تذكرة. المهم لحد لما ايه اتوفقت واستيسرت وخدنا طيب. النادي الاهلي بيمثل لك ايه يا استاذ مصطفى؟ لا كده محمد يعني انت كده هو بتطعن في اهلاويتي. النادي الاهلي ده حياه يا اخوانا، النادي الاهلي ده وطن. الله الله عليك. اللي ما يحبش النادي الاهلي ما بيحبش بلد. الله عليك. سيبك من الانتماء وسيبك من يعني انت بتحب الاسماعيلي بتحب الزمالك ولا لا 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 كل واحد بيشجع فرقته. النادي الاهلي يا اخوانا ده كيان، كيان الوطنيه في النادي الاهلي. احنا انا افتكر سنه 70 كان تخليني اعرف بقى سنه 70 كان في نادي الجزيره كنا احنا في منظمه الشباب والطلايع. كان ماسكها كمال ابو المجد الله يرحمه، كان ماسك وقتها دكتور احمد كمال ابو المجد. دكتور احمد كمال ابو المجد يا حبيبي واخد بال حضرتك. وطبعا شفنا النادي الاسماعيلي هو جاي بيتدرب، النادي الاسماعيلي كان بيتدرب في النادي الاهلي يا اخوانا. مظبوط. النادي الاهلي بقى اما بنقول النادي الاهلي يبقى هي كل حاجه تمس الوطنيه. تمام استاذ مصطفى. استاذ مصطفى انا سعيد جدا بمداخلتك ومكالمتك واطمنت عليك ووجودك في المدرج حاجة أسعدتني، والصورة قدام كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، الفيديو ده اللي منتشر على السوشيال ميديا أستاذ عصام يكون موجود في قناة الأهلي لجمهور الأهلي. يعني لرجل يرضي ربه قبل أي حد ويعطي ما هو تأكيد لأن الحياة يجب أن تستمر رغم أنه فقد عزيز لديه، لكنه سعيد أكيد أنه عزيز لدى ملايين من الأهلوية كلهم بيعتبروه من أسرته. ربنا يا رب يكرمه الراجل المحترم ده وكل شهدائنا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ مصطفى أنا بشكرك ودايما كده نشوفك على خير ونطمن عليك. شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى والد الشهيد أسامة واللي حرص على حضور هذه المباراة اللي كانت كارنفال جماهير، لكن الفيديو ده عبارة عن قصة وحكاية من المدرج. دايما كل مباراة الأهلي لما بيكون فيها حضور جماهير هتلاقي فيه قصص وحكايات كبيرة جدا يا أستاذ عصام. روعة، القصة روعة وليها معنى، والحقيقة يعني فعلا بيعطي نموذج لإنسان لديه قيمة، قيمة تبدأ من أسرته لبيته زي ما قالك تكوينه هو كمواطن وطني، كان في منظمة الشباب وما أدراك، ثم عشقه لنادي اسمه الأهلي فيتربى أولاده عليه منهم الشهيد أسامة رحمة الله، وأيضا أكيد في الآخر مصر وطنه اللي قال إزاي دي بلدي مصر، وبالتالي هو يعي تماما حجم المسؤولية الملقاة عليه كراجل بيحترم هذا الوطن وعنده مشروعية تدرب عليها وهي الوطنية زي ما قلت لحضرتك من أول أسرته لغاية شعار يحبه وشعار النادي الأهلي. المثل والشكل الجميل اللي حضر في مباراة سان داونز إن شاء الله ممكن نشوفه في الدوري في المباراة القادمة، ادتنا كده جرعة أمل ننهي الموسم بشكل حلو قبل ما نبدأ الموسم اللي جاي. والله شوف الكرة في ملعب اللاعبين والجهاز الفني. الآن لا أحد يمكن أن يكون حاضر في الميعاد غيرهم، زي ما قلت لحضرتك بعض النواقص اللي قلناها دي ما هياش مستحيلات ولا هي تقصير، هي مجرد ناس بتنور لكم حتت، فضلوا بقى روحوا حيث ضوء هذه الأنوار، ومن ثم يبقى طبيعي جدا أنه يستكمل مسيرته خلال الدوري على الأقل وكأس مصر، وأعتقد أنه يقدر يسعد جماهيره ببساطة شديدة جدا جدا. طيب مباراة يوم الخميس مباراة مهمة جدا في الدوري العام، مباراة بيراميدز.
انا ممكن اقول عنوان المباراه واحنا بنتكلم عن تفاصيل فنيه او عناوين صحفيه، هي مباراه بيراميدز ليس الفريق الاقوى ولكنه الفريق الاجهز. هذا المعنى وهذا العنوان بالنسبه لهذه المباراه شايفه ازاي يا استاذ عصام؟ ما هو اللي انت قلته اللي هو الجزء بتاع من لعب في مساحات زمنيه قد ايه، لدي اصابات قد ايه، لدي يعني نفس للاعبته مش في اللياقه، يعني واخدين نفسهم زي ما انت قلت لما تخرج من بطوله وتكتفي ببطوله او تفضل في بطوله بتبقى تمام. وضعك البدني افضل يعني. ايضا كل الخيلاء لبيراميدز ونجومه اذا فازوا على النادي الاهلي، لكن الطبيعي ان الاهلي بيفوز على اي حد، وبالتالي الدوافع مختلفه، الاجهز زي ما انت قلت موجود، لكن لا يساوي ابدا انك تعتبر انه الكبار زي الاهلي الزمالك برشلونه يعني كل الكبار حول العالم ما ينفعش تتكلم معاهم بلغه ان الاجهز يستطيع ان هو ينال منهم بسهوله يعني، الا باشياء تكون فارقه، اخطاء بقى كرويه، اخطاء تنفيذيه وشيء من هذا القبيل. لكن هذه المباراه اهم حاجه تصنع لها اذا كان طاقم حكام اجنبي فيجب ان تكون ايوه من الحكام، انا بحب استخدم لفظ النشره ده، طب ما تيجي اللي لما نسمع اسمهم في النشره نعرف مين دول. طب اقول لك على حاجه، طب ما تيجي نتكلم فيها في استفاضه الاول بس نخرج لهذا التقرير نشوف الجمهور قال ايه على توقعات مباراه الاهلي وبيراميدز، نعود الحديث في هذا الموضوع الشائك جدا والمهم جدا بعد هذا التقرير. نسمع راي الجمهور ونواصل حديث مع الاستاذ عصام شلتوت بعد هذا التقرير. ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن الله، لان الاهلي بقى قوه ضربه جدا واللعيبه كلها زي الفل والراحه النفسيه رجعت للعيبه والجمهور فرحان مهما حصل، برده في الماتش اللي فاتت برده بيشجعوا الاهلي لان الاهلي برده قوه ضربه وفريق ان شاء الله 2-0. وان شاء الله المباراه ده بالنسبه للاهلي اكنها مباراه قمه، غير ان احنا خارجين من افريقيا ويعني الدوري دلوقتي ما فيش غير الدوري، فلازم الاهلي وغير ان هم كانوا كاسبين الماتش اللي فات، فلازم اللعيبه تعيد حساباتها ولاسارتي يحاول يعيد ادارته شويه والماتش ده بالنسبه لهم ماتش قمه. الماتش ده بالنسبه لنا ان شاء الله يكون 3-0 ان شاء الله. باذن الله هتكون مباراه كويسه والناس كلها هتكون مبسوطه بالاداء لان الفريقين قويين جدا، وان شاء الله تبقى النتيجه يعني متحايده يعني. انا بقول مثلا 2-2 هيبقى ماتش صعب جدا لانه لان الاهلي هتبقى بتحسم الدوري فيه، وبيراميدز فرقه مش سهله وهي كسبتها في الدور الاول، فاكيد يعني اما هتكرر الانتصار في الدور الثاني اما الاهلي بقى مش هيستسلم المره دي وهيتعادل، انا بقول لكن الانتصار صعب الاهلي شويه. شايف النادي الاهلي فريق كبير، فريق محترم، ليه جماهير كتيره، ليه جمهور كبير قوي، شايف ان بيراميدز فريق مش سهل، فريق قوي جدا، هو لسه صاعد بس فريق قوي جدا، ان شاء الله باذن الله النصر للاهلي. ان شاء الله الاهلي يغلب ويجيب 2-0 باذن الله يا رب، باذن الله يا رب. ان شاء الله يبقى ماتش قوي، بيراميدز والاهلي يقدموا مباراه كويسه، وان شاء الله نشوف نجوم الاهلي بقى احسن ويعوضوا بقى الخساره بتاعت افريقيا، يعني بتاعت افريقيا الاول وبتاعت تهزيمتهم من بيراميدز الدور الاولاني. هو ماتش 3 نقط يعني 3 بونت يعني ما فيش حل تاني، الاهلي جميل، الاهلي ليه حسابات تاني في الماتش ده بجانب اللي هو باتش 3 بونت، لا في حسابات تانية بالنسبه للجماهير يعني. ان شاء الله باذنك يا رب كده الاهلي هيفوز 2-1 يا رب ان شاء الله باذن الله، والاهلي هيفضل هو كبير القرن، مش هيجي تاني نادي زيه ابدا، ودي كبسه وراحت لحالها يعني الماتش ده واتكل على الله مش هيرجع تاني، واللي جاي افضل ان شاء الله للنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد ونواصل حديث عن مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله ليوم الخميس باذن الله على ملعب بتروسبورت بحضور عدد محدد من الجماهير. لكن قبل ما اتكلم على الجزئيه دي بس عشان زميلنا في الاعداد محمد قلبه مهتم قوي بنتيجه مباراه انبي والجونه، قال لك صراع الهبوط او شكل جدول الدوري في الوسط مؤخره يعني. في احتدام كبير، انبي متقدم على الجونه 2-0، نتيجه يعني معقوله يعني، انبي بيزيد بالطراد لديه من الامكانيات ما هو اكثر من الجونه الحقيقه بكتير يعني، الجونه تحاول ان تصنع فريق على طريقه محترفه الحقيقه عجباني، لكن انبي لديه امكانيات اكثر بكثير على الاقل الموسم ده، ومعاه كمان يعني علي ماهر اللي بيخلق لنفسه طريق
حماده صدقي بيحاول يعمل يعني ما هو فوق الطبيعي الحقيقه يعني، لانه رايح على فرقه كانوا واخدين قرار ان طولها زي عرضها، ففجاه طولب ها بانه لا يا عم ده احنا عايزين نتائج وعايزين وعايزين، فكان الله في عون حماده صدقي الحقيقه يعني. والتجربه كمان مكتمله بوجود حسام غالي مديرا للكره، وهي فكره احترافيه لان فيها كمان واحد من الناس اللي عندها شركات اظن بتدير كره القدم، وبالتالي هي يعني تجارب لا باس بها يعني. تمام. طيب مباراه الاهلي وبيراميدز، وقبل ما نطلع للتقرير حضرتك اتكلمت في قصه التحكيم والحكم اللي هيدير هذه المباراه. اولا في طاقم على بعض، طاقم تحكيم اوروبي قوي، انا يعني حسب ما شفت في المباريات الاخيره واختيارات لجنه الحكام او وما تتلقاه لجنه الحكام بقياده عصام عبد الفتاح الاطقم الاوروبيه اللي ادارت المباريات الاخيره، مباراه حكم بيديرها مباراه الاهلي وبيراميدز حكم صربي، اهلي وزمالك قمه بيديرها حكم روماني، لكن انا المباراه القادمه مباراه الاهلي والزمالك لن اقبل بحكم اقل من جانلوكا روتشي الحكم الايطالي اللي ادار مباراه الزمالك وبيراميدز، حكم اوروبي على اعلى مستوى، حكم مواصفاته عاليه جدا، فكره صاحب التاريخ القوي في المباريات دي مهم جدا، والتوفيق او من عدمه دي خلاص حاجه خارج اطار يعني اراده لجنه الحكام. شوف الاهم ها اللي حضرتك قلته ان ياتي حكم مصنف، مصنف طبعا بقول الطاقم مصنف، معلش عشان نضبط الكلمات، الطاقم مصنف، مصنف لغايه الرابع، طاقم مصنف للثالث مره، هو كلاكيت ثالث مره، وما اعتقدش في المحترفين في تصوير اكتر من كلاكيت ثالث مره يعني. وبالتالي لا، اذا ما كانش طاقم مصنف الهيئه لا يجب ان تقام هكذا مباراه. بالظبط، مباراه ساخنه جدا، مباراه التنافس فيها شديد جدا، مباراه تقرب وتبعد اهل القمه، مباراه يجب ان يحافظ النادي الاهلي فيها على مشروعيه ان المنافسه يجب ان تكون منطقيه جدا جدا، وكذا بيراميدز هو كمان ليه حقوق، اعتقد ان الطرفين لازم يتفقوا يعني اكيد عشان ما يبقاش الكلام في اتجاه واحد يعني. وبالتالي من العبث انه ما يتقالش يعني يتقال اسمه وما نقولش اه ده الحكم اللي كان بيحكم برشلونه اول امبارح، ده الحكم اللي كنا شايفينه مش في كاس العالم، لانه لو ما حكمش من ساعتها تبقى واقعه سودا كرويا يعني. بالظبط، وبالتالي عايزين ارماتوف ليه ما يجيش يعني، ما يجي الراجل التركي ده اللي حكم نهائي اسيا اظن او حكم في الدوري السعودي، انا بقول لحضرتك مباراه النصر والهلال مين كان الحكم التركي، التركي حكم وهي كلاسيكو في المملكه العربيه السعوديه. بالظبط، ومن ثم اعتقد انه اعتقد ايه ده اكيد لابد ان يكون طاقم مصنف، القاسي والداني نصف المثقف كرويا بالظبط بمعلومات اوروبيه يعرفه، مش كل العالمين بالاسماء العالميه، بالظبط نصف من لديه نصف معلومات يجب ان يعرف اسم الطاقم كاملا، ويكون سي في قوي، حكم ادار مباراه ليفربول والباير، حكم مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان، فكره الروماني او الصربي انا لن اقبل بقيمه حكم او طاقم تحكيم ولا زي الاستاذ عصام ولا برضو عليها. ولا صنع في ايطاليا بس، ولا صنع في المانيا بس، ولا صنع في تركيا في بس، اسبانيا في المانيا ولا صنع في اسبانيا بس، لا من الثلاثه الاوائل في كل دوري من دول، والاعلام يكتب انه خلع ايده وجاي الطاقم ده من مباراه كذا وكذا، وان عنده في سيرته الذاتيه كلاسيكو كذا وكذا. وهي الفكره يا عصام انا بوجهها لجنه الحكام، انا كلجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم عملت الهوم ورك بتاعي، جبت حكم مصنف او طاقم تحكيم مصنف على اعلى مستوى، التوفيق من عدمه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا كلجنه حكام اكون عملت الهوم ورك بتاعي. انت عملت اللي عليك، مباراه الاهلي وبيراميدز في الدور الاول لما كان حكم صربي، او مباراه القمه اهلي وزمالك، انا بعتبر ان جنرال الحظ او التوفيق ساهم ان المباراه تعدي بدون مشاكل، لكن المباراه القادمه انت بتختتم مباريات الدوري لا، اعمل هوم ورك بتاعك، هات حكم مميز او طاقم تحكيم مصنف على اعلى مستوى، شكل حد بيتكلم معاك، والتوفيق من عدمه بتاع ربنا في الماتش. اللي يتكلم بقى يتكلم وقتها، لكن الحقيقه هكذا يجب ان تدار الامور، هكذا يجب ان يكون الوافد، مش عايزين واحد يبقى تقيل على قلبنا، مش عايزين واحد يبقى يعني بعيد عن طموحنا كمصريين يا اخي، ما يصحش، ناس عامله قرعه زي اللي شفناها عند سفح الاهرامات دي الحقيقه لا، الناس بقى كده تقول علينا قليلين قوي يا محمد، لازم طاقم تحكيم مصنف لديه في سيرته الذاتيه، غير ان يبقى واحد من الكبار يعني مش عايز اقول رقم من واحد لثلاثه في العالم مش في بلده، لا كمان لديه في سيرته الذاتيه دربيات. وكان عندنا وقت نبعت
الاهلي من فتره بعت. انت ليه بتتعامل بكلمه كان؟ انت حاسس انه ممكن ما يكونش؟ اصل فكره ان الاتحادات الاوروبيه كلها بعتت بالرفض، انا ممكن يكون عندي معلومه او يعني قصه او في التصور الموضوع ده، لما ابعت لاطقم الاتحادات الاوروبيه عشان استقدم حكم او استخدم طاقم تحكيم على مستوى، ما ينفعش ابعت مثلا ل 12 اتحاد اوروبي اقول لهم انا عايز حكام، فتلاقي ال 12 بيردوا عليك، اقول لل 11 لا شكرا واجيب الواحد، عاجي ابعت تاني لل 11 اللي قلت لهم لا مش هيردوا عليا. مؤكد. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. فلا اعمل هومورك بتاعي واشتغلها بشكل محترف. وفي جزء تاني تعالى نغلقه برضه فرصه بقى وانت بتقفل الخانات، يعني لما يتقال ماتش يوم سبت او حد ممكن نتفاهم انه نمبر 1 و 2 3 مشغولين لان الدوريات الاوروبيه سبت وحد، لكن لما يبقى خميس، مش الماتش خميس؟ الماتش خميس. اعتقد انه ده ايام اوف يعني في لا في الشامبيونز ليج الاوروبي في دوري اوروبي، دوري اوروبي يعني برضه ما بيستهلكش الصفوه. بالظبط. صح ولا لا؟ بالظبط. وبالتالي الفرص متاحه لابراز وجه جميل للكره المصريه. بالظبط كده. طيب المباراه على المستوى الفني تتوقع ان تكون مباراه كبيره فيها نسبه اهداف عاليه زي حتى مباراه الزمالك وبيراميدز 3-3؟ الماتش ده من 0-100 يعني ايه؟ يعني اما يبقى مغلق والجون بصعوبه فيبقى النتيجه بالجونين و2-1 و2-2 و3-2 و1-1، او حد يعني يكسر الحاجز فتلاقي النتيجه بقى فيها فارق هدفين. ده من وجهة نظري المتواضعة يعني يصعب ان انت ترسم لها سيناريو محدد. المباراة دي كل 5 ل10 دقائق فيها يبقوا بسيناريو مختلف. تمام. لانها مباراة زي رؤية الشطرنج، الملعب هيكون فيها تنافسية بين الاجهزة وبين النجوم فرادة وكمجموعة، سواء لانه خطط كل مدرب معروفة انما طريقة اداؤه للخطة اللي ما يسمى طرق اللعب. وبالتالي اعتقد انها مباراة زي 2 بالظبط عظماء في الشطرنج هيلعبوا بعض، كل حد بيبقى مستني نقلة اللي قدامه يعني. تمام. واحنا بنتكلم يا استاذ عصام يمكن جالنا خبر دلوقتي حتى هينزل على الشاشة، فريق النادي الأهلي مواليد 2000 او يعني تحت 19 سنة فاز ببطولة منطقة القاهرة. كابتن أمين عرابي المدير الفني لهذا الفريق فاز بالمسابقة والبطولة بدون هزيمة، بلا هزيمة في كل المباريات، استطاع ان هو يحقق نتائج متميزه في هذه المسابقه او في المرحله العمريه لمواليد 2000، فاز بالبطوله وان شاء الله 19 سنه يعني. بالظبط. نتمنى يا رب الفتره القادمه مع الانتصارات دي نشوف بقى كمان عدد لاعبين مميز جدا من قطاع الناشئين في المرحله السنيه دي، نشوفهم في الفريق الاول يا رب خلال الفتره القادمه، وانتصارات متتاليه يا رب لكل فرق القطاع سواء في مرحله 97 حتى مرحله 2003 و2004 ثم البراعم والاكاديميات، لان دايما المسيره بتتواصل وكل سنه بنستفيد بوجود لاعب او اثنين اصلا في قطاع الناشئين. ده مهم جدا لان القطاع يعني من اهم روافد الكره المصريه جمعاء، مش بس النادي الاهلي. وخلي بالك كل ما بيزيد في الانديه كلها فما بالك بالاهلي، فكره ابن النادي حتى لما بتجيب له نجوم من بره بيقدر يطبعهم بطبع ابن النادي الذي لا يعترف بالتعادل، حتى لو امام منافسه العتيد التقليدي الزمالك مثلا او الاقوياء عموما في الدوري او حتى في البطولات القاريه والعربيه. وبالتالي الصبغه دي ما بيعملهاش الا ابن النادي. وعلى فكره ابن النادي موجود في البارسا وموجود في البايرن، حول العالم في ابن النادي. أكيد. جنب النجوم الغوالي. اكيد. كلمه اخيره في اختتام هذا الحوار. لا، الكلمه اللي تتبني عليها انه فعلا مباراه الخميس تحديدا مش هقول حاجه لجمهور الاهلي اللي قلت لحضرتك ان سيظل دائما لديه ثقة وطموح. ثقة وطموح. وبالتالي يرفض انه يبقى فيه انقلاب، يرفض انه يبقى فيه نكداية بينه وبين فريقه وبينه وبين ادارته. وبالتالي مش هنتكلم في دي، لكن هنقول مباراة الخميس هي فعلا فارقة في طريق النادي الاهلي، وهي اهم ما يمكن ان يقدمه لاعبو الاهلي والجهاز الفني لجمهور النادي الاهلي ولمستواهم واسمائهم. ليه؟ في مواجهة خصم عنيد، خصم متكلف في أقل تقدير طبعا. خصم لديه نجوم كثر وجهاز فني أيضا ويملك الطموح الحقيقة. هذا وقتك يا نجم يا أهلاوي للكل طبعا. وبالتالي ده أهم باقة ورد هتديها لجمهورك وإدارتك.
استاذ عصام شلتوت الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، وانا تشرفت بالحوار معاك ودايما بسعد وانا موجود معاك، فكل التوفيق ليك يا رب دايما موفق بقى باذن الله كمان في اللجنه الاعلاميه لكاس الامم خلال الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. كانت فقره تناولنا فيها امور عديده ما بين امور فنيه امور اداريه جمهور النادي الاهلي اللي بالتاكيد حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا بنشتغل في النهايه سواء اعلام اداره جهاز فني لعيبه كل المنظومه بتشتغل عشان الجمهور في الاخر يكون مبسوط وفرحان في ختام الموسم. بشكر استاذ عصام شلتوت، لكن بعد الفاصل ضيفي الكابتن شمس حامد احد نجوم النادي الاهلي والجيل الذهبي في فتره الثمانينات والجيل اللي صعد كده في توقيت كان حساس جدا لعب مباريات القمه وفاز على الزمالك بعدد كبير من لاعبي الناشئين 3-2. انا استرجع معاه الذكريات ونتكلم معاه ايضا عن الحاضر ومباريات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه.